تجلى الماضي حاضرا، وكأن الزمان البعيد يبعث من جديد ليؤكد أن المصريين بناؤون بفطرتهم الدينية السليمة. فإلى الجوار من مسجد السلطان حسن درت المساجد المملوكية، يتجلى الارتفاع الشاهق لمسجد الرفاعي كتحفة معمارية تنتمي للقرن العشرين. ينسب المسجد للعارف بالله الإمام أحمد الرفاعي صاحب الطريقة الرفاعية، إحدى الطرق الصوفية. لكن الثابت تاريخياً أن الإمام الرفاعي لم يدفن في هذا المسجد، لكن التسمية لازمت الزاوية القديمة المدفون بها الشيخ علي أبي شباك الرفاعي أحد أحفاد الإمام الرفاعي الكبير. في عام 1869 أمرت خوشيار هانم أم الخديوي إسماعيل ببناء المسجد، لكن توقفت أعمال الإنشاء بدءا من عام 1880 ولنحو ربع قرن، ثم تم البناء أثناء عهد الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1912. صمم إيوان القبلة من ثلاثة أروقة يحوي كل منها أربع دعامات ذات عقود مدببة يتوسط القبة الرواق، أما أسقف الإيوان فتزدان بألوان الزخارف المتلألئة وكأنها عروق من الذهب الصافي. لا أجمل من ذلك المحراب الرخامي، ولا أروع من المنبر الخشبي وكرسي المصحف المطعمين بالسن والأبنوس، أو جانب دكة المبلغ المقامة فوق أعمدة الرخام، أو تلك المشكاوات المدلاة والمموهة بالميناء. على غرار المآذن المملوكية تعلو جانبي المسجد مأذنتان رائعتان، وتتعدد ملحقات المسجد ومن بينهما سبيلان يعلو كليهما كتاب. أما تلك المداخل فتقودنا لمقابر العائلة المالكة، يتقدمها مدفن الخديوي إسماعيل وذريته، وهكذا تتجلى فنون العمارة الإسلامية المصرية متوجة بروائعها الإبداعية في مسجد الرفاعي.